2024 عرفت عدة اعتقالات صفوف سياسيين في النادي. غنعطيك بعض الأسماء وتعطيني التوقعات ديالك ليهم. واش غيكون في خراج بالنسبة ليهم أو لا؟ يعني غادي يستمر بحال ما هو عليه. غنبداو بدنيا بطل. غتستمر في الاعتقال. صافي غتستمر في الاعتقال. زيدي. محمد زيان. انفراج. قريب. بعيوي عد اعتقال. نصير. غادي يخرج. دابا ولا من بعد؟ من بعد غادي يخرج. من بعد غادي يخرج. غادي يخرج. ماديش يتعتقل بشكل غادي يخرج. سعد المجرد هو باقي في شوف سعد المجرد باقي كما تنسمي انايا باقي في ديك الدائره ديال الخطر باقي ما خرجش منها يعني باقي ما طلقوش بشكل اللي خصو يطلق باقي ما ولكن تنعتقد في سنه 2000 الى بقى في سنه 2025 غادي يكون صافي غادي يتحل المشكل تاعو في سنه 2025 غادي يتحل المشكل ديالو نهائيا من لحد الساعه في 2024 باقي شويه مضغوط عليه باقي محاصر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.